تنفيذ المخطط الأمني الموضوع من طرف قيادة الدرك الوطني لمرافقة وإنجاح موسم دراسي لسنة 2022-2023. كنا نحن أفراد فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بالجزائر حاضرين لعودة أبنائنا إلى مقاعد الدراسة، وذلك من خلال توعيتهم وتحسيسهم حول السلامة المرورية. نتمنى دخول موفق للتلاميذ لموسم دراسي 2022-2023. الحمد لله اليوم تلاميذ تاعنا دخلوا فرحانين، وما زاد الفرحه تاعنا اليوم هو الدرك الوطني الذي قام بحمله تحسيسيه لتوجيه وتوعيه التلاميذ، خصوصا في ظل انه المدرسه تاعنا راهي جايه في موقع فيه طريق وعلى بالنا التلاميذ كيفاش يكونوا. بالمناسبه نقول عوده ميمونه للتلاميذ، دخول موفق ان شاء الله.